طيب في الحقيقة زي ما احنا عايشين الأيام دي دايما في المزيد من التساؤلات والاستغرابات خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة الموجودة على الساحة الرياضية المصرية، وحضراتكم أكيد يعني طبعا متابعينها لحظة بلحظة. فبالتالي في تطورات لهذه الأزمة، في أمور كتير جدا بتحصل خلال الساعات اللي أنا بتكلم مع حضراتكم فيها وخلال الساعات القليلة الماضية بخصوص إيجاد حل لهذه الأزمة. لكن في استغراب وتساؤل في الأول أنا عايز أتكلم فيه بصراحة، ومهم قوي ان احنا نتكلم فيه، لان لازم نعرف الناس بقيمه ناديهم، بقيمه ناديهم. والكلام ده انا اتكلمت فيه امبارح لكن عايز اعيده بصراحه لانه مهم، لان انا شايف ان نبره صوت البعض من المنتمين لنادي الزمالك ومن المسؤولين في نادي الزمالك دايما دايما بتحس ان هم فرحانين بتأجيل مباراة القمة، فرحانين بالتأجيل. يا جماعة اعرفوا قيمة ناديكم، أنا بتكلم على القلة دي، الناس القليلة دي. نادي الزمالك نادي كبير، المفروض ما يبقاش فيه قلق، واضح كان عليكم كده وانبساط وسعادة بتأجيل هذه المباراة، بدليل إن مثلا لما تم اقتراح كده يا جماعة ممكن يبقى فيه ماتش 28، لأ، الأسباب الأمنية لسه موجودة. هو مين اللي بيتكلم باسم الامن يا جماعه؟ احنا عايزين نعرف، عايزين الامور توضح لنا بشكل اكبر. دي جزئيه مهمه وتساؤل مهم، ولازم الكل يبقى عارف قيمه نادي الزمالك، اللي ما يكونش خايف من اي مواجهه، لان نادي الزمالك نادي كبير وجمهور كبير وعظيم، ودايما هو القطب الثاني في مصر بعد النادي الاهلي، بيكملوا بعض دايما. فلازم نعرف الناس قيمه ناديهم لان دي حاجه مهمه، واحنا بنقدر وبنحترم جدا جدا نادي الزمالك وجماهيره وكيانه. ده شق ومهم جدا كنا نتكلم فيه وناكد عليه. الشق الثاني هو فيما يتعلق بالتطورات اللي بتحصل خلال الفتره الحاليه، خلال الساعات الحاليه. ايه اللي بيحصل؟ واحده واحده كده اقول لكم السيناريو. امبارح الاول كان في اجتماع في وزاره الشباب والرياضه تقريبا في 8 الساعه 9 مساء، ما بين اثنين من اعضاء اللجنه الخماسيه اللي هو الكابتن احمد عبد الله والكابتن محمد فضل مع وزير الشباب والرياضه. وزير الشباب والرياضه ابتدى يتدخل، للاسف بيتدخل متاخر جدا جدا، وده دايما اللي احنا معتادين عليه في المسؤولين عن الرياضه في مصر للاسف الشديد. المهم هو اتكلم معاهم، يا جماعه الحلول ايه؟ يا جماعه طب هنعمل ايه؟ الدنيا هتمشي ازاي؟ هم تمسكوا ان مباراه الاهلي والجونه تبقى في ميعادها. خرجوا من الاجتماع بكده. دي الكواليس اللي حصلت في اجتماع امبارح اللي كان فين؟ في وزاره الشباب والرياضه. فالوزير قال انا هحاول احل الازمه. فبيعمل ايه دلوقتي؟ الوزير دلوقتي متواجد في منزل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. راح له بنفسه. في ظل تواجد عدد من اعضاء مجلس الاداره هناك في منزل الكابتن محمود الخطيب، بيحاول يحل الازمه، بيحاول ان هو يخرج بالكره المصريه وباتحاد الكره اللي فشل في اداره بعض الامور، مش الازمه دي بس، لحد دلوقتي في مصر في الكره المصريه، ويخرج بالازمه دي بخير. فبيحاول ان هو يتواصل مع الكابتن محمود الخطيب، او هو بيجتمع معاه دلوقتي خلال هذه الساعات وبيشوفوا ايه اللي هيحصل. تمام؟ لكن اللي عايز اكد عليه على حضراتكم فيه بالتحديد، انا قبل ما ادخل الهواء دايما بنحاول ان احنا نتكلم ونتواصل مع مسؤولين نادينا. واحنا قناه رسميه للنادي الاهلي. فبنتواصل معاهم، يا جماعه التطورات ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ في جديد؟ الرد كالاتي: مفيش اي جديد. النادي الاهلي متمسك بموقفه. النادي الاهلي متمسك ببيانه. واحنا امبارح اتكلمنا في الجزئيه دي وبنتكلم فيها تاني النهارده، لان دايما بيبقى في تطورات ودايما بيبقى في تساؤلات عند البعض اللي يقول لك لا ممكن الاهلي يلعب ماتش الجونه، وممكن الحاجات اللي ممكن تحصل دي او اللي ممكن يكون الناس بتفكر فيها. فاحنا بناكد لحضراتكم دلوقتي ايه الساعه كام؟ الساعه 6:08. الموقف في النادي الاهلي زي ما هو. النادي الاهلي مش في حساباته مباراه الجونه، مش في حساباته. المفترض المباراه بعد بكره زي احنا عارفين، طبقا للجدول اللي المفروض الناس بتمشي عليه، والناس عايزه تمشي عليه بالتحديد في النادي الاهلي بدايه مباراه الزمالك زي ما محطوط في الجدول. يا اما حضرتك كمسؤول في اتحاد الكره ما كنتش تتباهى بقى وتتبسط قوي في اول الموسم وانت بتحط الجدول، يا جماعه ده ما فيش اي توجه، مباراه الاهلي والزمالك هتتلعب في اي وقت حسب القرعه ما تقول، مش هنلعبها في اخر كل دور. وكنا فرحانين ومبسوطين وما شاء الله اتحاد الكره زي الفل و10 على 10، الناس دي جميله جدا، الناس دي هتنجح. لكن مع اول ازمه فشل اداري ذريع بشكل يعني ملفت وبشهاده كل الناس، كل الخبراء، كل جماهير الكره المصريه الا البعض القليل منهم، البعض القليل منهم،
فبالتالي زي ما بقول لحضراتكم الامور زي ما هي لحد دلوقتي. الاجتماع موجود دلوقتي او بيحصل زي ما بتكلم معاكم دلوقتي فين؟ في منزل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. الوزير راح له بنفسه وبيحاولوا او الوزير بالتحديد بيحاول يشوف الحل ايه؟ المخرج ايه؟